لا يسوون هالسوالف. تقدرون تسوون تجمعون رفيجاتكم انت ويا البنات يوم بالاسبوع، انت ويا كل وحده تجيب مثلا دراعتها ويا البنات. انا قاعد الحين قاعد اكلم بس فئه البنات، الشباب ديوانيه قاعد ويا ربعك العب. احنا الشباب نسوي مكسرات بارتي كذا ديوانيه مكسرات مكسرات، احنا مكسر بارتي عندنا. بصوا الشباب اللي بمصر كلنا نلبس فنايل علاق والاندروير ونجري نجري بالشارع على المستشفى. فهذا طريقه تنظيم اسبوع برا الكويت. برا الكويت ممكن تروحون حق مكتب سفريات وهو ينظم لكم جروب. خليني اقول ان شاء الله برا الكويت ابيكم ان شاء الله برا من البدايه. قولي برا الكويت في ناس في مشكله، في مشكله في عندنا خصوصا بالكويت للاسف اقولها وايد. هي ما خلصتش يا بنت انت بس عشان معده تقومي تسكتيها و... انا ما سكتها كمل. اي اوكي تفضل تفضل طلعت العب. اي اكيد المهم مختومي يومين عليه. لا لا بس قبل اي شيء انا باخذ كوبي في الجدول اللي سويته ميمي صراحه. جدول عنيف مرتب اقول وعلى الكويت. انا بعطيك احلى جدول ورقه فاضيه واحلى جدول هذا. زين خليني اقول لكم برا الكويت يسوون. يلا خلينا نسمع هذا من السبت للخميس بعد. لا انا قاعد اقول لكم في ناس شنو فئات الناس تسوي. يعني في ناس يحبون بس شوبينج كنا ماكو شوبينج بالكويت ف 24 ساعه يروحون يسافرون بس عشان بديش محل الفلاني محل الفلاني. اوكي صدق في محلات مو موجوده بالكويت زين بس انه يعني انه ايش دعوه يعني في شيء ثاني بالكويت. في شيء ثاني بالكويت بالكويت في شيء ثاني برا الديره تقدرون تسوونها يعني مو شرط بس شوبينج 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 انزين. فرضا تروحون احنا قاعد نتحكى ان تقومون من الصبح تروحون متاف متاف اسكت ميوزيمز ميوزيمز فرضا اماكن اللي مثل بليف ات اور نوت ولا ما ادري شنو ولا بيج ان تار محلات التراث ودور تورنيدو هناك محلات التراث عندكم تروحون بعد شنو عندكم زو الاكواريوم ترى هذيل في اشياء يعني حتى حتى عادي عادي تروحون متحف اللي هو يعني انا يوم رحت برشلونه رحت متحف مو متحف هو تشيرش ودينا على برشلونه. انت مو مسافره غير برشلونه؟ لا لا مسافره وايد اماكن. قولي امريكا قولي. لا انا اقول لكم ليش هذه لان صدق انا يوم رحت برشلونه قاعد اقول احنا كنا جروب انزين فكنت اقول حق رفيجاتي واخوات رفيجاتي شي فقاعد اقول احنا اول ما نطب لازم نروح ساجلارديريا فاميليا ما ادري شنو كان يقولوا لي شنو هذه قلت لهم تشيرش كان يقولوا لي انت من صدق يعني بنروح كنيسه قاعد اقول بس نشوفها لان هي فوق ال 80 سنه فوق 80 سنه قاعد تنبني وللحين ما خلصت الارتكتشر مال مات وما خلصها فهذه اشهر شيء موجوده ببرشلونه فكلهم طالعوني بنظره ان انت مجنونه يعني انه بنروح نتسوق بنروح ما ادري وين ليش نروح يعني نشوف يعني انت ليش ما قلت لهم بروح نشوف نادي برشلونه؟ خذيتهم بالقصب وديتهم وشافوها وانبهروا من مكانها شكلها كان خيالي اوكي؟ لما ردوا ربع خواتي ما ادري شنو اسالوهم وين رحتوا اشهر شيء؟ فقال لهم ما ادري ودتنا شروفه ما ادري شنو فاميليا ما ادري شنو يقول واو هذا وايد اشهر شيء من برشلونه فالكل اندقر فصار والله شرفه الله تعرفين معلومات برا في كثير ناس ما تحب ما تفهم إيه؟ في في اسمه هيستوريكال هذول لا بس هيستوريكال يعني في ناس تقول قول له داق درب لهناك ما رحتي هالمكان ليش؟ بالعكس المفروض تروحين فيصير فينا شريفه صح ليش ما نروح؟ يا نو بس يعني مو بس سوري ما راح تشوفين عيوني انا لابس نظاره حتى لو قعدت ما راح تشوفين مو بس على الاشياء التراثيه زي ما قلت مو لازم يعني كثير ناس تحب تسافر تروح الشوبينج مول تروح تتسوق تروح انا ما ابي شوبينج مول والله كثير منهم شوبينج مول انا مو من هذول الناس انا احب الطبيعه لا لا بحب يعني احب الطبيعه احب اتسلق احب نجيب خيمه تنت كامبينج ونسوي كامبينج بنص الشارع تحطون والله وناسه اي والله حلو وناسه بنص الشارع والله وناسه انت وايد طيبه بس ترى في شيء مهم لازم نقول عنه زين في شيء وايد مهم لازم ننوه عنه حق اللي يبون يسافرون اولا لا تصيرون نفس اللي صار فيني زين لا تصيرون نفس اللي صار فيني اخترنا شركه والله معلومات مهمه اخترنا شركه سفريات ما كانت بذاك المستوى لما وصلنا انجلترا شو يقول لي؟ سكننا مثلا احنا بنروح مانشستر. اول ما طبينا هنا قاعدين بالمطار كان يقول لي الحين جايك اقول له زين وين الفندق؟ وين الدنيا؟ يقول لي جايك تاكسي راح يوديك ويلز. ويلز برا انجلترا. أوه. يقول لي تروح هناك وهذا راح يوديك وقت المباراه تروح تشوف المباراه واردك ويلز لان انا بروح مباراتين. بعدين اردك مره ثانيه واردك ويلز. قلت له انت من صدقك؟ قلت له انت تدري وين ويلز؟ كان يقول لي لا وين ويلز؟ قلت له ويلز برا انجلترا مو بانجلترا. كان يقول لي لا يعني انا ما عرفت وما شنو.
صدقوني برا لندن. برا اي برا برا انجلترا كلها، برا انجلترا كلها مو بس لندن. انا كنت اوريدي بمانشستر، ما كنت بلندن. لا وينز داخل فتم هي طبعا كلها داخل انجلترا، كلها جزيره بريطانيه. خلاص خلنا نشرح، هي جزيره بريطانيه ويلز تكون من هذه الجزيره بريطانيا اي، فتكون فوق. فاحنا كنا مانشستر، فشوف الخريطه اهم شيء. فشنو اللي صار؟ يبينا نروح ويلز ونرجع على انجلترا. نروح ويلز قلت له، والسالفه شنو؟ ان تمينا اليوم تمينا من الصبح لبالليل واحنا قاعدين بالمطار ناطرين التاكسي على اساس يودينا. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، اتمنى الكل وكل سنه يقولونها، وزاره الداخليه يقولونها، الكل ينوه ويقول تشيكوا على يعني جوازاتكم وامتعتكم نفس ما قال ابو جاسم، تشيكوا اذا عليكم مخالفات او اذا عليكم منع سفر ولا شيء. والله صدق تحس بخاطري لما هذاك اليوم شفت الاسره، اسره كامله متجمعه كلهم بيروحون ولا مره واحده، شفت الويوه انقلبت. كان يعني فهمت ان فهمت تلاقي قفت سبعه. لا لا انا في شيء معروفين فيكم اللي قفه. معروف عني ان سرعتي يعني سرعه بديهه سبحان الله. جيب من البيت حسيت، عرفت حسيت انها ما عندهم معسكر. ترى نواف عنده حس الفراري وايد، حس الفراري سريع سرعه البديهه. طقوني وانا رد، طقوني وانا طب يلا احكي القصه يعني شغلني. المهم زين بعدين حسيت انزين فخلصت ولا شنو؟ طالعت انه الابو او الولد واحد فيهم ما قدر، ما قدر اي ما قدر يروح. ليش؟ لان عليهم منع سفر وما يقدر. فانتوا من البدايه اختصروا هذا الموضوع كله، تشيكوا على نفسكم من الحين، لان اخر شهر 6 راح تخلص المدارس ان شاء الله، وان شاء الله الكل ينجح. درسوا وشدوا حيلكم. وبس بالنهايه بوجه تحيه لكل شبابنا بالفيسبوك وحق معهد بيوت التك، يعطيكم الف عافيه. تتش الحلقه نقولها، تتش الحلقه، تتش الحلقه شنو؟ بعد الفاصل. بس قولوا شنو بص شريبة just 5 minutes sit down I'm a love don't talk Mimi with after week give me okay please tell us what's the حلقة. Now أنا حروح بريك وحرجع before 2 minutes. رجعنا لكم من الفاصل، نبي نواصل مع شريفه، ابي اشوف شريفه ومع تتش الحلقه اللي هو شنو احلى عيد ميلاد مر عليك بحياتك؟ يلا يا شريفه قولي حق دي. اوكي كان عندي انا تو شو اسمه احلى عيد ميلاد مر بحياتي. اول عيد ميلاد كان طبعا انا كل عيد ميلاداتي صادف بالصيف ونكون مسافرين. كل عيد ميلاداتي ايه اعياد ميلادي. انزين هذا شيء. ثاني شيء احلى عيد ميلاد كان بامريكا، وكنت الا ابي اروح احتفل بابل بيز. انزين فكنا بفلوريدا، فكنت وما كان في وايد مثل الكويت ابل بيز يعني برانشز، فكنا قاعدين نسوق تقريبا ترينا اورلاندو يوم كامل بس عشان ندور ابل بيز، عشان ابي احتفل عيد ميلادي بابل بيز. فاخر شيء ابوي مل من كثر ما قاعد يسوق، شيء خاص بودي تشيليز، واحتفلنا هناك بتشيليز. العيد الميلاد الثاني اللي صدق يعني لليومك اتذكره، رفيجاتي سووا فيني دقه، قعدوني من النوم، وانا يعني طبعا صار الساعه 12 بالليل وما حد دز لي مسج ولا احد قال لي ولا شيء. باك خلقي ان ابي ما حد متذكرني، ورفيجتي قبلها بثلاث ايام كان عيد ميلادها وانا مسويت لها كيكه وبالونز وما ادري شنو. فقعدت من النوم ولا دش علي رفيجتي البيت، فقاعد تقول لي يلا مشي خلينا نطلع ما ادري شنو، وانا مبتسم انه يعني قاعد انطرها تقول لي شيء وهي مطنشه. اخر شيء قاعد اقول لها هذه ايش فيها؟ كان يدق باب بيتنا، فامي قاعده تقول لي شروفه روحي فتشي الباب، فانا قاعد اقول لها ليش افتشي الباب؟ تقول ماكو احد في البيت روحي انت فتشي. قلت لها اوكي. رديت فتشيت باب بيتنا ولا واحده لابسه عبايه ومشندسه كذي، فقاعده تطر، فعاد انا قاعده يصير فيني انا في ناس كذي يسوون يطرون انزين. فاخترعت بالهالوين يطلعون هذول اي، فقاعد تقول لي تكفين ما شنو، انا عندي عيال، انا عندي ما ادري شنو. كان انا اصك الباب، قلت له ابوي لا، ولا الفريس اللي داخل قاعد تقول لي ايش فيك؟ قلت له ما كسرت خاطر قطه حرام. كانت تقول لي لا 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 ما يخاف اعطيها فتشي الباب. انا ما صدق خبر، كان فتشي الباب بروح اناديها يوم فتشيت الباب ولا من تحت. احنا شلون عندنا يا باب بيتنا وفي دري، ففي درب عقب الدري هنا في مثل دتشه وفي كراسي قاعده برا. انزين زين كان تطلع واحده، كان يطلعون اختي ورفيجاتي كلهم بيدهم شاشات وبالونات، وهذه في صخر العبايه ولا رفيجتي، فكنت اسخ، فانا من الخارج اسكر الباب واركض ولا الدش، ويدشون وبيدهم فومات فومات تخيلي
فقعدت يعني قمت يعني انحاش بالاستقبال والكل قاعد يرش بالفوم وانا قاعد اقول امي لا تزعجني لا ما عرفتيها من صوتها وهي قاعده تسوي ما عرفت مغيره صوتها والسياره اقول انت وين صرتي سياركم؟ قول عند المسجد وين الفريج؟ اقول ابوي ما حال شوفي جدك من سدوده واحده من رفيجاتنا بالحوش كنت صافطه الجيت سكي مالي فمن سدوده واحده كانت تخش ورا ورا الجيت سكي فمن الخرعه تبي تطلع كان تزلق فوق الجيت سكي وتطيح على وجهها قعدنا نضحك على صدق كان احلى عيد ميلاد حقي اسرار هالسنه ما سويت عيد ميلاد بس كان وايد حلو لانه يعني وايد ناس انه احبهم كانوا وياي عرفتوا؟ رفيجاتي فاجئوني اختي فاجأتني وايد ناس احبهم فاجأوني بس انا ما سويت عيد ميلاد بس يابالي كيك وشي بس حسيت بقيمتي اكثر من كل عيد ميلاد لان كل عيد ميلاد نكون بالصدفه بمصر لانه يكون هو 24 واحد فيكون عطله فاكون بمصر فمنو اجابل امي ابوي اختي اخوي امي ابوي اختي اخوي المشكله مو من نوعهم اللي يودوني مثلا فرايديز مصر يسوي لي عيد ميلاد وشي لانه كلامتي بخير ماما شنو تبين هديه بس خلاص كيكه وبس هالمره شنو صار الهدايا اللي جتني انا شنو احب احب اشياء وايد بسيطه يعني مو نوع اللي احب ساعات مش احب عطورات احب بودي لوشن احب نكلس احب تراشي شي فعيد ميلادي شنو قبلها كنت مفلسه كان اقول حق رفيجتي يبا انا ما عندي الا 40 دينار شكلي بروح باث اند بودي وركس وبقعد اشتري لي اكل لي ماكو ايش تقول لي لا 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 باكر انا وديك قلت لها اوكي جت لي ثاني يوم كان شو تقول لي اسار تدرين شريت من باث اند بودي وركس كذي 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 وشريت عطورات من فيكتوريا سيكريت وشريت مكياج من فيكتوريا سيكريت وشريت جناط وشي ما اخذتك ما اخذت مش طالعه تقول لها انزين اوكي يلا خلينا نقوم خلينا نروح بروح مارينا تقول لي لا ما اروح باكر تعبانه وهي تدري اني ما راح اروح من غيرها ما احب يعني اروح شوبينج بروحي ثاني يوم صار عيد ميلادي يوم قلت لها تعالي هي ما كانت في بيتنا قلت لها تعالي اقعدي عندي شويه صدمتني انها جايبت لي كل اللي انا ابيه من غير لا اقول لها يعني عرفت ان انت تبي شغله بس انت مو طالبها يعني اوكي انا احب عطر من باث اند بودي وركس اوكي هي ما تعرف شنو جابت لي اياه كذا هي شيز يور بيست فريند بتعرف اي يعني هي مو رفيجتي من زمان اسمها ابرار بس حست يعني اعرف ان وجه لها تحيه حبيبتي حست باللي انا ابي فاستانست انه اوكي صدق انه ما يبوا لي اشياء واو وما شنو بس يكفي ان الشيء اللي انا كان بخاطري يبوا لي اياه ومن ناس انا احبهم ورفيجتي جابت لي نكلس من شوارفسكي وايد احبه حطيته بسيارتي لان يعني يمكن هذه احلى هديه انا اخذتها. يعني تقريبا عرفنا كل شيء حق السنه الجايه شنو راح نجيبه. بس إيه يعني انت عرفت ستايلي الحين. انا مره لما كان عمري 23 هذه يسموها الشامبين بيرثدي لما يكون عمرك نفس اليوم اللي تولدت فيه. عاد انا يعني ما كنت اعرف يعني كنت ابغاها يكون ميزه ابغاها تكون شيء بس انا ما احب اطلب وانا يعني في السربرايزز دائما يعني بعرف بكشفهم. عاد مره احمد وداني مطعم دائما احمد رومانتك دائما يودي مطاعم وكلام هذا عاد انا زي الهبله انا رحت المطعم واكلت لوبستر واستانست بعدين واحنا ماشيين نزلي كتفك كامله وبعدين ابراج الكويت طبعت على ورك قاعد اسمع احمد زي كل سنه قولي انيويز وبعدين رحنا واحنا طالعين من المطعم صديقاتي ما كلموني اخواني يعني انا واخواني دائما يعني اصحاب دائما يخرج معانا ونتسانس مع بعض كلهم طنشيني وامي وانا طالعه من البيت قاعده تضبطني تقول ايه البسي وحطي حلقاني خذي سلسالي خذي مش عارفه ايه والاحنا طالعين بنطلع فوق كذا في مشيه ولفه وسياره احمد واقفه ورا الليموزين ولا صاحب الليموزين يفتح لي الباب اقول له حرام احمد حرام يحس انه احنا نحن نخش السياره وانا قاعده اترق عليه واللي ما اشوف الا اطالع جوا الاقي كل اصحابي جايبين لي مزيج طويل او ما دخلت شغلوا لي اغنيه عبد المجيد عبد الله هذه هذه لازم تغني الحبيبي لا هذه الحبيبي تعرفيها وعندهم السبراي انا مبجوعه والورود والمش عارفه ايش شلون كنتي مصدومه؟ لا تنصدمين وايد بس كان احلى عيد ميلاد ايفر ميمي ميمي انت شنو ما عندك عيد ميلاد؟ امبلا انا احلى عيد ميلاد صار بحياتي كلها لما كملت 21 كنا حاجين شاليه والكيكه والهديه وصلتني يعني ليش شاليه؟ دليفري او ماي جاد لا لا جت يعني جت لعندك دليفري باي ذا بيرسون هيم سيلف يعني مو ان احد داز لي اياها لا لا هو وايد شخص عزيز بحياتي وايد وايد احبه وجهي لك تحيه اوجه لك تحيه جاب لي اياها ليش شاليه مع الهديه ومع هذا
وامي منو وشلون وما شنو. وذكر الكيكه كان مكتوب عليها ميمي وشي انه وايد وايد اشياء حلوه. ثانك يو. هذا احلى عيد ميلاد. احلى احلى عيد ميلاد. هذا احلى عيد ميلاد. بدور شنو عيد ميلادك؟ منو انا ولا انت نواف؟ لا بد انت شنو ميلادك؟ اوكي انا انت اسمك بدور، انا اسمي محمد، هذا اسمه نواف. تفضل. احلى عيد ميلاد ما